هذه الأشجار التي تغرس هنا هي الوجبة الأولى من بين 5000 شجرة ستزرع في الموصل. فكرة صغيرة بدأت بمنشور على فيسبوك لتتحول إلى مشروع اسمه الموصل الخضراء، رأى النور على أرض الواقع قبل عدة أيام. يهدف المشروع إلى زراعة أكبر مساحات في داخل مدينة الموصل. تم تخصيص مواقع جامعة التقنية الشمالية وجامعة الموصل ومواقع تابعة للبلدية ومواقع أثرية أو تابعة للأوقاف أو التي لها مكانة لدى أهالي مدينة الموصل سيتم زراعتها. حاليا نحن في بداية المشروع التجريبي وهو زراعة 5000 شجرة. الفكرة لاقت دعما كبيرا بسبب التصحر الذي تعاني منه المدينة، وسيتم زراعة 9 أنواع من الأشجار تحتمل الظروف المناخية للبلاد، لتكون المرحلة القادمة مرحلة زراعة كميات كبيرة في مناطق تشمل عموم المحافظة. طبعا لا يخفى عليكم الموضوع التشجير ومكافحة التصحر من الأولويات الملحة والمستجدة في خطرنا في هذا الوقت الذي يعاني به من عملية نقصان المياه والجفاف المستمر. طبعا الأشجار كلها أتت من خارج العراق. الأشجار التي سنقوم بزراعتها هي عبارة عن السرو الليموني والسرو الفضي والأكاسيا والنبق والجنار ولسان الطير والليمون. هذا وقد اعتمد القائمون على هذه المبادرة طريقة السقي بالتقطير للحفاظ على المياه في ظل الأزمة المائية التي تعاني منها البلاد، وتهدف الحملة إلى متابعة ما يتم زراعته من أشجار وتقديم الرعاية لها حتى لا يكون مصيرها الموت عطشا مثل سابقاتها اللواتي زرعن في مبادرات أخرى. من الموصل، محمود الجماس، قناة التغيير.